مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لاول موضوعاتنا اللي كنا بنتكلم فيها مع حضراتكم في بدايه الحلقه، وعن التطورات اللي بتحصل في وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده. وقلنا يمكن من اكتر الوزارات اللي اشتغلت بدري في موضوع التحول الرقمي، ووفرت كتير من الابلكيشن او من التطبيقات اللي تسهل على المواطنين في التعامل مع كل خدمات الوزاره. واضح ان عندهم جديد زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور ايمن حمزه، المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. يا دكتور مساء الفل. مساء النور يا فاشا عليك وعلى جميع مستمعينك ومتابعينك. وحشنا جدا يا دكتور. ربنا يخليك. طمنا في جديد. واضح ان انت كل يوم في موضوع التحول الرقمي وتوفير كل سبل الراحه للمواطنين بتشتغلوا عليها، ايه الجديد اللي في الوزاره بتقدمه؟ هو طبعا في تطبيقات بالاضافه للتطبيقات الموجوده، اضفنا بعض التطبيقات الخاصه لجمهور الجمهور بصفه عامه، وتطبيقات خاصه باخواتنا متحدي الاعاقه. تمام. الجزء الخاص بالتطبيقات اللي هي لجمهور المتعاملين او المشتركين، واحد اسمه طوارئ الكهرباء، وده متصل مباشره بخط الساخن 121. تمام. يعني اي مواطن ممكن ينام عن طريق 121، اما التطبيق دوت وسهل وبينزل على التليفون المحمول ويقدر يقدم البلاغات من خلاله، سواء الاندرويد او الايو اس. تمام. ايا كان. تمام. الحاجه الثانيه برضو للجمهور نفسه فيما يخص يعني المتعاملين برضو، يعني خلينا نخص بالذكر بقى اللي هم اخواتنا بقى اللي هم ذو الهمم طبعا. في تطبيق خاص بالمكفوفين وفي خاص بالصم. الاثنين بالتعريف بالخدمات سواء عن طريق الصوت او عن طريق لغه الاشاره، كل حسب يعني ما يخصه. تمام. بالاضافه الى التطبيق الخاص بالجزء الخاص المتصل بمنصه الخدمات الكهربائيه. المنصه ديت هي بتستقبل او بتتعامل مع حوالي 25 خدمه. في تطبيق اسمه خدمات الكهرباء الذكيه متصل بالمنصه ديت. تمام. طبعا ال 25 خدمه دول بدايه من التقديم على توصيل الكهرباء لغايه بقى اي تفاعلات بقى تفاعليات على العداد نفسه، نقل ملكيه، شهاده بيانات، كل ما يخص اقدر ارفع عليها اوراقي وارفع كل حاجه وتمام واعمل كل الاجراءات من خلالها. وتعرف الاوراق المطلوبه ايه والوقت الحاجات دي كلها، بحيث ان انت تبقى الموضوع سهل وبسيط، ولغايه كمان الاستعلام على الفاتوره بقى ودفع قيمه الفاتوره. ده التطبيقات اللي هي على التليفونات المحموله. تمام. خلينا نقول بقى في كمان برضو خدمات الكترونيه في خدمه العمر، مراكز خدمه العمر. تمام. فيها جزء خاص ب فيما يخص او بيسمى الموظفين. الموظفين دوت علشان يتعامل الموظف مع برضو متحدي الاعاقه سواء البصريه او السمعيه، علشان يقدر ان هو لو هو مثلا الشخص اللي بيتعامل معاه محتاج ان هو يفهم بلغه الاشاره. تمام. الموظف بيكتب الجزء دوت وعلى طول هو عن طريق شاشات كبيره بيحول له التفاعل دوت بلغه الاشاره. اذا انت وفرت شاشات خلاص في مكاتب خدمه العملاء كلها. مظبوط. تمام. طبعا ده بخلاف طبعا التطبيقات اللي موجوده اللي هي لو بنتكلم على متحدي الاعاقه بصفه عامه، في تطبيق اسمه واصل. ده بيقدم الخدمات مش بس كهرباء، اكثر من خدمه، وكمان في نفس الوقت نتطرق بقى للتطبيقات الخاصه بقى بكل الناس بقى اللي هي خاصه الناس اللي بتتعامل مع العدادات اللي هي مسبوقه الدفع اللي هي بالكارت. اللي ممكن من خلال التطبيقات الجديده ديت ان هو اللي هي زي تطبيق خالص ان هو يشحن الكارت ويتعامل مع الكارت، محتاج ان هو لا يروح لنفس الدفع الالكتروني. التطبيق اسمه ايه يا دكتور اللي بيشحن ده؟ انا ما اعرفوش ده. ايه التطبيق اللي بيشحن الكروت ده؟ العداد اللي هو اللي بالكارت. تمام. في تطبيق اكثر من تطبيق يعني زي خالص. دوت من خلال خاصيه في التليفون اسمها الان اف تي. تمام. خاصيه بتبقى موجوده في التليفونات المحموله. تمام. تمام. من خلالها ممكن الكارت اللي هو بيشحنه يحطه في العداد. ومش محتاج بقى يروح للمنافذ الدفع الالكتروني ولا اي حاجه، ياخد الكارت ده ويحطه في ظهر التليفون. يتعامل بالتطبيق ده، يشحن بيه بقى، يعرف باص استهلاكه، يعرف كل، يتعامل عادي جدا مع الكارت بكل البيانات اللي هي اللي محتاجها، وبعد كده بياخد الكارت يحطه في العداد تاني، خلاص يبقى كده شحن العداد واقع. هايل. ده اتجرب يا دكتور، يعني ده خلاص الناس كتير بتشحن منه دلوقتي، خلاص معروف.
طبعا طبعا. طيب قلت لي برضه على تطبيق مهم جدا في بدايه الكلام عن تطبيق طوارئ، لان كتير برضه ممكن الناس بتبقى بتشتكي بتتكلم 121 ما بتعرفش توصل للخدمه بسرعه، انت عملت تطبيق وربطته ب 121، ايه خدمه طوارئ؟ ايه الاعطال مثلا؟ الاعطال، الاعطال لان احنا اللي فيه اللي هو اللي بدل ما هو ممكن يتصل ب 121، تمام. طبعا التطبيق ده بيبقى اسهل ان هو على طول بيسجل بياناته وعلى طول بياخد رقم عشان المتابعه، ويقدر ان هو يتابع من خلال التطبيق والبلاغ دوت على تليفونه. البلاغ دي بلاغات منزليه يا دكتور ولا تجاريه ولا ايا كان نوع البلاغ؟ دي للبلاغات والطوارئ المنزليه ولا التجاريه ولا لكل انواع البلاغات؟ لا اي بلاغات، اي بلاغات، اي بلاغات. احنا يهمنا ان هو يبقى فيه سرعه في نعرف المكان اللي وصل فيه عشان نتوجه على طول بشكل طريقه الطوارئ تصلح الاصابع. كلام محترم جدا ومجهود اكتر احتراما، ومستنيين بقى تجينا مره ثانيه يا دكتور كده نشرح كل التفاصيل. دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، كل الشكر ليك على مجهودك وعلى التطوير اللي بيتم صراحه داخل وزاره الكهرباء. 199 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.